السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجدتكم فيديو جديد عن سولو ليفلينج. فيديو اليوم راح نحكيكم عن شغلة جدا جدا مهمة. هلا وانا عم اتصفح التحديثات، ما صار له ساعة نزل تحديث، انه في تحديث ثاني راح احكي عليه بعد هذا الفيديو اللي هو البانر الجديدة. بس شفت ايفنت عاملينه اللعبة اللي هو اذا قدرت تخلص الايفنت الجديد تبع كاراغان او مدري شو، وفيك تشاركه على التويتر او يوتيوب او فيسبوك او انستغرام، يعني صوره او فيديو انك شلون انت هزمته وكم جبت سكور اللي هو كم قديش خلصته، وتحط الهاشتاجات هدول. اذا تويتر تحط هذا الهاشتاج، اذا يوتيوب تحط هذا الهاشتاج، اذا فيسبوك تحط هذا الهاشتاج، واذا انستغرام تحط هذا الهاشتاج. لازم الفيديو يكون يعني انه متاكد انه انت هذا انت، عرفتوا كيف بتاخذوا؟ اذا بس اشتركت بالايفنت راح تاخذ 100,000 جولد، واذا كنت من الرابحين المية راح تاخذ 3,000 جيم. بقى نصيحه مني، العبوا كلياتكم وحاولوا قد ما بتقدروا انكم تفوزوا. سكرين اوف جيم بلاي ريزولت اوف رانكينج سكرين ديسبلاي افتر كومبليتينج ذا باتل اوف مايت شامان، يعني فرجيهم انك انت شلون هزمته وكم السكور تبعك مشان بقى يقدروا يعطوك الجوائز. طبعا شلون بتشترك؟ بس لتخلص خلاص، قول انت نزلت الصورة او عملت الصورة، بتحط هذا الهاشتاج وبتنزلها على اي صفحة من الصفحات هدول، بعدين بتضغط على الرابط اللي هو هاد اللي بوديك على هاي الصفحة، بتحط اللينك تبع الصورة تبع الفيديو تبع التويت تبع اي شيء اللي انت شاركت فيها، بعدين بتحط الحساب تبعك اللي هو لما تفوت على اللعبة بتفوت على الاعدادات بتلاقيها هون اللي هو الاكاونت، بعدين تاخذ هذا الحساب. فهلا اليوم انا لسه ما لعبته بصراحه، هلا شجعوني العبه، حتى ما جربته يعني. بقى هلا بنلعبه قدامكم وبنشوف وين ممكن نوصل او قديش راح نوصل في وقت. في ناس وصلت 32 ثانيه. ليش هذا التيم غريب؟ المهم خلينا نجرب ونشوف شو راح شو راح نجيب فيه. لا والله هذا التيم حلو، ترى هذا التيم حلو. اوكي خلينا نجرب تيمنا. راح يكون سبحان الله، انا اوريدي كنت عم العب الجاب اللي حينزل بعد شوي الفيديو. نعمله لنفسهم، نعمله لنفسهم، بس هون بدنا نغير، بدنا نحط هاي، نحط هاي ولا نحط هاي؟ نحط هاي، وهون نحط هاي مشان نجمعون، وهون نحط كل شيء بيعطينا اتاك زيادة. كريت ريت انكريس باي 1 ولا هاي؟ اوكي خلينا نجرب هيك. هلا هنا بدهم انه نكون، اعتقد ممكن لازم نحط سلاح معين، بس احنا حنجربها هيك وبعدين نجربها بالسلاح اللي بدهم اياه اللي هو السيف تبع سنجن، مو تبع سنجن، مو تبع كيم. كيم كان اسمه، نسيان شو كان اسمه. هلا بقى خلينا نجرب اول شيء بهي الطريقه. هو جاب اعتقد دقيقة و 30 ثانية يمكن، بنحاول على الأقل نكسر له سكوره. بس خلي اللعبة ما تعمل لودينج. يلا خلينا نشوف قديش اللودينج طويل باللعبة. اوكي هاي، هلا كالاغان مدري شو كان اسمه. لا ضوعلنا سكورنا. どこまでレベルが楽しみ
انا نفوت الثالث بعدين نعمل هيك. حلو شو عم يساوي هاد؟ هي الحركة بيعملها كمان هو. اوكي هاي اول تجربة لي لفيبا، ما بعرف قديش راح نجيب سكور. لا لازم ندمر هدول. دقيقتين و35 ثانية كتير. اوكي هلا عرفنا شلون نلعب فيه. اوكي لا بس اللي كان عنده اسهل. كليم قديش سكورنا؟ يسترداي رانك، ما لعبنا امبارح لحتى يكون عندنا رانك. اوكي خلينا نجربها مرة ثانية ونشوف، بس هذا راح يصير في شوية تعديلات على التيم. هدول اوكي، هدول اوكي. الأسلحة أول شيء نحط أي سلاح؟ نحط هذا السلاح، نحط هون بيك، نحط هون هاي مشان تعطينا درع، ولا نخلي هذا مشان ننزل دفاعه. لا هاي مشان تعطينا درع. اوكي خلينا نفوت مرة ثانية نشوف هلا قديش رح نجيب سكور. هي اكيد خايف منها. اوكي مو نيو ريكورد بس يلا. شوفي ايش عم اقدر اضربه كنن. طلع سهل مو صعب. اوكي احسن من بلا، لسه فينا نجيب سكور اعلى بكثير اعتقد، بس نجربه مرتين ثلاثه ممكن نوصل دقيقه الا دقيقه وشوي بقى. بس هون بكون سنة الفيديو اليوم، اجتكم استمتعتوا فيه ليك وشلون لعبناه. مثل ما قلت لكم بدكم تحاولوا قد ما بتقدروا انه تمشوا
مو شرط الأسلحة اللي أنا استخدمتها، فيكم تستخدموا أي سلاح عندكم، يا تجميد أي شيء، أهم شيء حتى ما في داعي تكسر له درعه، بس اضربه لحتى يموت. بس أهم شيء أنت تبعد عن كم حركة اللي بيعملهم المزعجين، ولما يعمل الحركة هي اللي هو بينزل تروح تضرب له إياها بسرعة. بقى بس بنشوفكم بخير فيديوهات تانية، مع السلامة. بس ثواني صحيح مشان أفرجيكم ال اوفر اول رانك. ليش لا؟ ليش ما في؟ وين رانكي طيب؟ مفروض هون ليكو، بس ايش معلق ما بعرف. حلو معلق ليكو رانكي مومونجا مومونجا. بابس شوف اخر فيديوهات تانية، مع السلامة.